سمعت الشاب هذا بقول انه هذه الشجرة اكبر من عمر الاحتلال، اكبر من كيانه ومن هش. هذه الشجرة اكبر منها، قديش اكبر من دولتكم واكبر من اي دولة بتحط ايدها في ايد اسرائيل. مهما يعملوا، مهما يسووا، مهما تكسروا، مهما تعملوا بعدين، وهننتصر وهنقعد في بلادنا وهنرجعها. كم سنة لها هذه الشجرة وهذا بيتكم؟ 50 عام هذه الشجرة، فوق 50 عام عمرها، وهذا منزلكم المدمر. ايش بتوصل رسالة للعالم؟ للعالم كله؟ ايش بدك تقول؟ بقولوا انسانية وبقولوا حقوق الانسان، يعني هم بقولوا رفع امن وما بنضرب اطفال. لا ما فيش، هذا الكلام كله كذب في كذب. هاي الاطفال بموتوا. امبارح هنا ضرب مخيم، يعني ايش بدي اقول لك، الدور في بعض، فيش الحيطة في الحيطة. كم طفل مات؟ روحوا عدوا، شوف كم طفل وكم زلمة كبير وكم مريض. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. بس اللي بنوصل للعالم انه هذه الشجرة اكبر من عمر الاحتلال، اكبر من نتنياهو ذات نفسه. يعني شوف ضرب كم برميل هنا ما طحتش.